يابا. سترك يا ربي. ها اخوي اخو ما بيك شيء. لا اخوي ما بيك شيء ما بيك شيء لا تخاف. اوديك للمستشفى؟ لا يابا كل شيء ماكو، انت خاف سيارتك صار بيها شيء. يا معود يا سيارة امشي سلامتك. لا عمي كل شيء ماكو، قول يا الله. الو ها عمي. عمي انا انضربت بباب البيت. اي باب البيت تعالوا لي. حبيبي ماكو داعي لامامك، انا حاضر لكل شيء. لا تخاف يطمئنون علي لا تخاف. اسخام استخم. ها ابن اخوك. ها 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 ها. مشيت اليوم وعد وكنت حاير. حاير. اتاني الاخ بسرعة وكان طاير. طاير؟ ما حظك. ما يدري وراي ايش قد عشاير. والنعم. اهل عم زين تعرفه. مثلي بالاكل بيت اقسيم العم زين تعرفه. قسيم العم زين تعرفه. رجلك ابن اخوي ندوس عليه رجلك. يا رجلي. فلشني الله لا يوفقه. تتعالج تتعالج. لك انت من عاتب عليك؟ من قال لك تفك حلقك؟ اخوي رحمه والديك انت مو هسه ما بيك شيء. يعني انا كذاب؟ لا اخوي مو كذاب. اتخسه. باع ابن اخوي احنا عمامك. ايه؟ مناطق نعزل. كفو. زلم نزنجل. اي والله. امتحانات نأجل. على راسي. لك احنا عشيره ندب المشكله عشي عنه نطلع. لك احنا العدسة عايشين على المبردة ما مشترين سبلت. تدري ليش؟ ليش؟ يفصل بكيفه وما يصير اثنين فصالة بالبيت. رجلك ابن اخويا لا تدوس عليها. اخ يا ابو رجلي. انا اقول رجلي خربت. افرح امام طارق. افرح ايمن حسين. المنتخب بقى بس لكم. اخويا اخذك للمستشفى. اي والله خوش فكرة. تتعالج تتعالج. لك بابا انت من عاتب عليك تفك حلقك. لك يا مستشفى. احنا عمامك مناطق نعزل زلم نزنجل امتحانات نأجل. على راسي. احنا جيوش الجرارة بس يقول تصير الغارة. وش رايد من هالفارة؟ نطلع فلوس السيارة بس لا رايد جكسارة. نشوف شي طلع منك حتى البطن وش على التبليط. نشوف شي يطلع منك حتى البطن وش على التبليط. ابن اخوي رجلك لا تدوس عليها. اخ يا رجلي. يا ولد مبين بنوادم. عم احنا ما نريد فلوس. تتعالج تتعالج. لك انت من عاتب عليك تحكي. حتى نضمن حق ابننا لازم نكتب على سياره مطلوب دم. على راسي على راسي عمي وعلى راسي. عمي هذا معتدى علي واذا ما تاخذوا له حقي راح تصيرون مثل اللي حول لاخوه رصيد الف وهو مطلوب الف وربع. أهال عم زين تعرفه. اي بعد عمك. أهال عم زين تعرفه. مني حول لك الفيل العم زين تعرفه. مني حول لك الفيل العم زين تعرفه. ابن اخوي لا تدوس على رجلك لا تدوس على رجلك. اه يا برجلي. انا عندي حل. الولد يروح تتعالج تتعالج. لك انت من عاتب عليك تفك حلقك عمي. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام. بخير خوماك شي. وانت منو حتى تتدخل؟ شو عليك؟ هذا ابو سلاح. ابو سلاح ايه؟ اشهر من نار على علم. اهال عم زين تعرفه. لما يفلت ما تحسبيه عم زين تعرفه. لما يفلت ما تحسبيه عم زين. ها 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 ها.